السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي بن سعيد، وأرحب به للمنصة لتسليم جوائز هذه المسابقة الشعرية الكبرى. ونبدأ بصنف العربية، وبناء على ما تقدم في تقرير لجنة التحكيم في صنف العربية، آلت الجائزة الثالثة مناصفة بين الشاعر عبد العظيم الحداوي يلتحق بالمنصة، مناصفة مع الشاعرة خديجة الشلح، وكانت لها مشاركة بقصيدة زجلية. أما الجائزة الثانية فكانت للشاعرة سارة بن حرة. الجائزة الأولى في صنف العربية للشاعرة ليلى الخمليشي، قصيدتها بعنوان امرأة من زمن الشتات. هذه امرأة من زمن النجاح. في صنف الأمازيغية الجائزة الثالثة لسكينة كوماني. الجائزة الثانية كانت من إسماعيل مسعود. والجائزة الأولى في صنف الأمازيغية للشاعر ياسين ملك. ونختم بصنف اللغات الأجنبية والهيمنة دائما للشاعرات، الجائزة الثالثة لريهام غريش. والجائزة الثانية لوصال أبو سيادة. والشاعرة المغربية، الجائزة الأولى للشاعرة فاتن الفاطمي. والجائزة الكبرى صورة جماعية للفائزات والفائزين مع معالي الوزير، فلتتفضل الفائزات وليتفضل الفائزون وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة دكتور عبد الله شريف، دكتور مدير الصحة.